ده من جور سعيد يسعد. كلنا مستنين السوبر الافريقي بين الزمالك والاهلي اللي هيتلعب يوم 27 سبتمبر على ملعب المملكه ارينا بالسعوديه. تعال اقول لكم شويه ارقام عن المباراه وكمان عن البطوله. عبد الله سعيد لو شارك في المباراه امام النادي الاهلي هيبقى اكبر لاعب شارك في السوبر بعمر 39 سنه وشهرين و14 يوم. اكبر لاعب حاليا شارك في السوبر الافريقي هو مدافع الاهلي السابق وائل جمعه بعمر 38 سنه و6 شهور و17 يوم في مباراه الاهلي امام الصفاقسي التونسي في فبراير 2014 اللي فاز بيها الاهلي 3-2. كمان سعيد عنده فرصه ان هو يحطم الرقم المسجل باسم محمد بركات لاعب الاهلي السابق. بركات هو لحد دلوقتي اكبر لاعب هز شباك السوبر الافريقي بهدفه في ليوباردز سنه 2013 بعد فوز الاهلي 2-1. هدف بركات كان في عمر 36 سنه 5 شهور و16 يوم. عمر عبد الله سعيد في السوبر الافريقي امام الاهلي هيكون 39 سنه وشهرين و14 يوم. عنده فرصة كبيرة ان هو يحطم رقم بركات. مين عارف من جور السعيد يسعد.